اللهم كما أنعمت عليهم بأن وفقت لهم للزواج للتحسين، اللهم فاجعله بركة عليهم. نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. اللهم كما وفقتهم وأعنتهم على هذا الزواج فألف بين قلوبهم وبارك لهم في زواجهم، واجعل منه الذرية الصالحة تعبد الرحمن وتنفع الأمة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلهم، اللهم اجعل هذا الزواج، اللهم اجعله بركة على الأمة وعلى عوائلهم وعلى أزواجهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أجواء مزيانة وجميلة وعرس رائع جدا وممتاز جدا. أنت كعريس في هذه الفرحة، شنو هو الشعور ديالك؟ الشعور بالفرحة وأجواء ديال العرس، أجواء زوينة ورائعة جدا كجميع الأعراس. شنو تقدر تقول للشباب بهذه المناسبة؟ الشباب كنصنب أنهم يتزوجوا لراسهم، اللي ما عندهم شي باش يقدر يتاج بحال بعض المجالس العلمية اللي كتشرف على هذا الزواج الخيري وزواج جماعي. يجوا يتسجلوا والله سبحانه وتعالى يوفقهم للخير ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا. كنقدم الشكر لرئيس المجلس العلمي الحاج بريسون. النهارده صباحا صوتاس تواس نتوقع عشاء، ولكن صراحه نفرح داي صوتاس لان شتي لا فامي لنا عجبان غير حاس صوتاس تو نتوقع عشاء منوي، ولكن الحمد لله هذه سيوضن دي الطيبين دي سبحان عجبان غير حاس صوتاس الحمد لله. الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. يا ربي. شك كعريس ديال الفرحه وانت تيم واش تريد المبادره كاينه بالنسبه للشباب؟ الصراحه هذا سبحان الشباب مره و يجمعني مع الناس هذيك سمع اخمي كار خير ديما الصراحه. من خلال الكلمة الأخيرة نقول كلمة الشكر، شو بتزمع ذا توجيه؟ الشكر، الشكر ده سبحان إن شاء الله يتقم إذا المجلس العلمي صوت صوت صراحة يجمعنا الحار إن شاء الله، نتمنى ما نويا يستمر إن شاء الله. تشجعت بعد الشباب في المراسل؟ هو تشجعت قناش الشباب، تشجعت الشباب هذا مرشان أحسن زي أحسن زي ما قيمة أحسن زي الهوية، الهوية وتحرير إن شاء الله مر الشباب إن شاء الله توفق ربي ان شاء الله مرض مون مرض مسمريش مرض دين مريح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. نهار ان شاء الله نتق النسخه العاشره المشروع الزواج الجماعي مسملاش 25 25 واحد يعني 50 50 واحد جاري رياض التمغار، جن النشاط مقران، جن الفرح، لك الشباب النغز الشابات النغز، لأنه المجلس العلمي رخو 10 سنين تيتق المشروع، جن المشروع مهم، لأنه يتعلق الاستثمار الاجتماعي، لأن الأمة تحتاج بزاف نوع المشاريع الاجتماعية، الشباب النا حتاج باش تغارن، باش تزدغن، باش تخدمن. باش هذا ملحين باش غاسني لي الصحه نسنى هنا غاسني لي عدد من الامور باش ثمر ثنا غتاري ان شاء الله غاسيلي جن يجي الموقع ذي الدنيث اللي الاعمال الاجتماعيه تهتم زيت المجلس العلمي بزاف الى جانب الاعمال النظنيه العلميه والثقافيه، ولكن الاعمال الاجتماعيه مهمه. ولذلك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله دائما يتوصى باش نتجاوب هاك الشباب الناغض الشابات الناغض الأمور، لأنه محتاجن وني حداجني الدواي تخصها كيسنباد وني هذي مرش باش كيسنباد وني يحتاجن باش هذي الزغ كذلك، وهكذا باش نكون ثمرة الناغ باش نحمى ثمرة الناغ باش أتنحصن. إذا المشروع عند الزواج الجماعي يتزد ذي السياقة، ولذلك نشين دائما نشكر المحسنين المحسنات ذان غي تشجعان ذان غي دعمن سقوا قرانسن سر وقت نسن سقوا وارنسن. أنيش توري ذا الإقبال الشباب غنشنو الأعمال؟ أجل الإقبال ذا مقران، لأنه تظل أمور حداجن أمور حداجن قد تانينا يعني الشاب كل عام تفي جن عدن اللوائح سنو عن الشباب يترزون هذا المرشن، ولذلك تشجعنا نغ باش نستمر الخو 10 سنين
سقوا مشي تقوم المشروع ان شاء الله حتى الله تعالى باش نوفق انا رني هذه السنوات النظره. يجن الرساله يعني الكلمه اخيره للشباب يعني عدوي نعم ترس الشباب الشابات باش تشجعن باش اذمرشن لنا الزواج يجن الحصانه الطمقرانت يخف انسان وكذلك المجتمع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني وني زمارن والحمد لله واخا الشاب وريزمير خو المحسنين المحسنات تقى تقوم عن المهمه يا تخصها ان تشجع باش نقتحم الامور ان شاء الله.